في يوم العيد يشيع أهالي غزة شهداءهم ضحايا القصف الإسرائيلي العشوائي على القطاع، وصواريخ الاحتلال التي وجهها صوب المباني السكنية الآهلة بالمدنيين، وعلى أنقاضها يؤدون صلاتهم. القصف مستمر الليل نهار. وزارة الصحة في قطاع غزة تحصي مئات من الشهداء والمصابين بينهم أطفال. الطب الشرعي بمستشفى الشفاء في غزة يقول إن سبب وفاة مجموعة من المواطنين كان الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمال تعرضهم لاستنشاق غازات سامة. كتائب عز الدين القسام تتوعد إسرائيل بصواريخ نوعية تضرب العمق الإسرائيلي، وتؤكد أن قصفها المدنيين وقادتها لن يمر. ينطلق في هذه اللحظات صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250 كيلو متر وبقوة تدميرية هي الأكبر بفضل الله. يخرج هذا الصاروخ الآن نصرة للأقصى وجزءا من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسين الأبطال. كتائب عز الدين القسام تقصف أسدود وسرايا القدس، تعلن عن توسيع دائرة النار وتستهدف تل أبيب برشقات صاروخية ردا على استمرار العدوان واستهداف المدنيين. كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إنه لا جدوى من التفاوض مع حماس من أجل وقف العنف، وإن حل الصراع يجب أن يكون مستداما وطويل الأمد. وتهديد بالتدخل البري في غزة. استبقه الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي تجاه منازل وأراضي زراعية في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع، غير أن إعلان كتائب القسام إطلاق صاروخ مداه أكثر من 250 كيلومترا في اتجاه مطار رامون ثاني أكبر مطارات إسرائيل وامتلاكها عينة من هذا النوع قد يغير قواعد الاشتباك. الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان المستوطنات بغلاف غزة التزام الملاجئ وفصل كاميرات المراقبة عن الأنترنت بسبب تهديدات أمنية كما يقول.